السلام عليكم. ذكرنا في الحلقة الثالثة من خلاصة الدراسة المراحل الوبائية الخمسة اللي بيعيشهم العالم أثناء الوباء، وقلنا إن إحنا عايشين في المرحلة الثالثة وهي مرحلة العلاج ببلازما المتعافين. في المرحلة دي بيتم العلاج بالبلازما اللي بتحمل الأجسام المضادة من الأشخاص المتعافين ونقلها للأشخاص المصابين، وقلنا إن ده بيبقى حل مؤقت لحد ما يدخل العالم في المرحلة الرابعة واللي بتبدأ بإنتاج أول لقاح. ولإنتاج اللقاح في مراحل معينة لازم يمر بيها كل لقاح لحد ما يتم انتاجه وخروجه للاسواق. فحاليا في اكتر من 1000 جامعه بتشتغل لانتاج اللقاح، وصل منهم 155 جامعه لانتاج اللقاح في صوره تجريبيه، اللي بعد كده بيدخلوا على اول مرحله تجريبيه وهي مرحله الاختبارات ما قبل السريريه، ودي اللي بيتم فيها تجربه اللقاح على الحيوان سواء كانت قرود او فئران تجارب للتاكد من سلامه اللقاح وفاعليه اللقاح على الحيوان قبل ما يتم تجربته على الانسان. وبعد ما بيثبت نجاحه وفاعليته بيدخل على المرحلة الأولى من التجارب السريرية، ودي اللي بيشارك فيها عشرات المتطوعين وبيكونوا في الأعمار السنية اللي في حدود من 18 ل 50 سنة. الهدف من المرحلة دي هي تحديد الجرعة المناسبة لتحفيز الجهاز المناعي في الإنسان لإنتاج الأجسام المضادة ضد الفيروس ده. اللي بنجاح المرحلة الأولى بندخل على المرحلة الثانية، ودي اللي بيشارك فيها مئات المتطوعين، والهدف من المرحلة الثانية هو تجربة سلامة وفاعلية اللقاح على أعمار سنية أكبر فبتشمل الأطفال وكبار السن. وفي حالة نجاح المرحلة الثانية من التجارب بيدخل العالم لمرحلة الثالثة، ودي أهم مرحلة وهي مرحلة التجربة الفعلية للقاح على آلاف المتطوعين اللي عايشين حياتهم الطبيعية في بلدان مختلفة ومراقبة نسبة الناس من الآلاف اللي ممكن يصابوا بالفيروس. ودي المرحلة البحثية النهائية اللي بتقوم بيها الجامعة، وبيرجع بعد كده دور الهيئة الرقابية اللي على سبيل المثال بتتمثل في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو الهيئة اللي مسؤولة عن التصريح بإصدار اللقاح أو الدواء في كل دولة. والموقف العالمي حاليا إن في 23 لقاح من 155 لقاح اللي دخلوا في الاختبارات على الحيوان نجحوا ودخلوا في مرحلة التجارب السريرية على الإنسان، منهم 3 لقاحات أنهوا المرحلة الثانية من التجارب السريرية وهيدخلوا في المرحلة الثالثة، اللي منهم اللقاح الإنجليزي لجامعة أكسفورد واللي بتطوره شركة أسترازينيكا، واللقاح الثاني هو اللقاح الأمريكي اللي بيقوم بالإشراف على التجارب بتاعته المعهد الوطني الأمريكي للصحة واللي بتقوم بتطويره شركة موديرنا. واللقاحين دول هما اللي هنتكلم عليهم في حلقة النهاردة من خلاصة الدراسة، وأنا معاك دكتور حسام جو. احنا في القناة دي بنحاول نوصل المعلومات المهمة بشكل علمي ومبسط، فلو عايز تدعمنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتسيب لنا كومنت في التعليقات تحت الفيديو. علشان نعرف ازاي اللقاح بيشتغل في جسم الانسان بالظبط وايه دوره وازاي بيقدر يحفز جسم الانسان في انتاج الاجسام المضاده، خليني افكرك بالمعلومات اللي قلناها في الحلقه اللي فاتت من خلاصه الدراسه اللي كنا بنتكلم فيها عن المستقبلات اللي موجوده في جسم الانسان. فالفيروس بمجرد دخوله لجسم الانسان ووصوله للخلايا اللي بيقدر يصيبها بيقدر يمسك في الخليه عن طريق حاجه اسمها الاس بروتين، وقلنا ان الاس بروتين ده يعتبر مفتاح الفيروس وهو النقطه اللي بيقدر يمسك بيها الفيروس في جسم الخلية. والاس بروتين او مفتاح الفيروس ده زي ما هو نقطة قوة الفيروس الى انه في نفس الوقت نقطة ضعف الفيروس. الجهاز المناعي بيشتغل من اول يوم على جمع المعلومات الخاصة بشفرة الاس بروتين عشان يقدر يفصل له انتي بادي يركب على نفس المفتاح ده فيقفل المفتاح فما يقدرش يستخدمه الفيروس تاني في الدخول في اي خلية، فبالتالي بيحجم دور الفيروس في الجسم لحد ما يتم القضاء على الفيروس. ولكن المشكلة ان الجهاز المناعي ممكن يتأخر كتير جدا على ما يتعرف على الاس بروتين ده، وفي حالات بتدخل لحالات حرجة قبل الجهاز المناعي ما يكون الاجسام المضادة. عشان كده الحل بيكون في اللقاح عن طريق تنبيه الجهاز المناعي للمعلومات الخاصة بالمفتاح بتاع الفيروس اللي هو الاس بروتين. والتنبيه ده بيتم بتلات طرق بيتم استخدامهم في الفيروسات بشكل عام. اول طريقة ودي الاشهر ما بين كل اللقاحات اللي بتتعمل ضد الفيروسات وهي طريقة الفيروس الحي الضعيف او اللايف اتينيويتد فيروس فاكسين، ودي شبه الطريقه اللي قلناها في الحلقه الخامسه من خلاصه الدراسه، ودي باحداث طفره جينيه معمليه للفيروس لحد ما تتكون صوره من الفيروس الضعيف اللي بنقدر بعد كده نحقنه في جسم الانسان فما يعملش اصابه خطيره في الجسم ويدي الفرصه للجهاز المناعي ان هو يكون الاجسام المضاده ضد الفيروس فيحمي الجسم من الاصابه الفعليه فيما بعد. ولكن مشكله العمليه دي انها بتاخد وقت طويل جدا قد تصل لسنوات لحد ما نصل
الى فيروس ضعيف وفعلا ينجح في التجارب السرية انه ما يعملش اي مضاعفات لاي شخص. الطريقة التانية وهي انتاج اللقاح باستخدام الفيروس الميت، ودي بيتم فيها قتل الفيروس معمليا مع المحافظة على الاس بروتين او الجين اللي هيحفز الجهاز المناعي لما يتم حقنه في الجسم. ولكن مشكلتها علشان الفيروس بيكون ميت فمش بتنبه الجهاز المناعي بشكل كافي لإنتاج كميات كافية من الأجسام المضادة، ومن هنا جت أهمية التكنولوجيا وهي عن طريق إنتاج الفيروسات المخلقة معمليا. ويكون أهم حاجة في الفيروس المخلق معمليا إنه ما يسببش حالة مرضية في جسم الإنسان، وفي نفس الوقت يحتوي على الجين أو الإس بروتين اللي هينبه الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة. وبكده نبقى حققنا المعادلة الصعبة للفاعلية والأمان في نفس الوقت. ودي الطريقة الثالثة اللي بيستخدموها لقاح أوكسفورد أو لقاح موديرنا. في لقاح أوكسفورد خلقوا فيروس معملي عن طريق استخدام فيروس تم إضعافه من نوع أدينوفيروس، وغيروا في الصفات الوراثية بتاعته بحيث إن هو يحمل الإس بروتين، علشان لما يتم حقن الأدينوفيروس اللي بيحمل الإس بروتين في جسم الإنسان يتعرف الجسم على الإس بروتين بسرعة ويكون ضده الأجسام المضادة، في حين إن الفيروس أصلاً ما بيسببش أي حالة مرضية. وده اللي أثبت التجارب السرية اللي تمت في مرحلتها الاولى والتانية على اكتر من 500 شخص في انجلترا واثبتت نجاحها. وحاليا بدأوا في المرحلة التالتة على اكتر من 5000 شخص في البرازيل وجنوب افريقيا اللي بنجاحها ان شاء الله من المتوقع الموافقة على اللقاح وانتاجه في فصل الخريف من العام الحالي. وشركة استرازينيكا بتقول ان هم على مقدرة لانتاج من 400 مليون الى 800 مليون وقد تصل الى مليار جرعة قبل نهاية العام. اللقاح التاني هو لقاح شركة موديرنا الأمريكية، وده فكرته هي الأكثر تطور على مستوى العالم، وهو عن طريق استخلاص جزء من الشريط الوراثي لفيروس الكورونا. فزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت من خلاصة الدراسة ان فيروس الكورونا عنده شريط الـ RNA متكون من 30,000 كود متسلسلين ورا بعض بترتيب معين. في سلسلة معينة من الأكواد دي هي اللي بتكون الـ S بروتين. العلماء بيستخلصوا السلسلة دي لوحدها وبيحوطوها بغشاء بروتيني باستخدام خاصية النانو، وهو نانو بروتين ممبرين، عشان يبقى المصل اللي هيتم حقنه للإنسان عبارة عن فقط جزء من الشريط الوراثي للفيروس الجاهز على تصنيع الاس بروتين فقط في جسم الإنسان. مصل شركة موديرنا أثبت نجاحه في المرحلة الأولى والتانية من التجارب السرية، وهيبدأ المرحلة الثالثة على أكتر من 30,000 متطوع يوم 27 يوليو 2020. ومن متوقع ان الشركة تنتج ما يصل الى مليار جرعة قبل نهاية العام. وبفكرك ان مش بس المصلين دول هم اللي وصلوا للمرحلة التالتة او النهائية من التجارب السرية، ده في مصل صيني كمان وصل للمرحلة الاخيرة، وده اللي ممكن نتكلم عليه في حلقة جاية ان شاء الله من خلاصة الدراسة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد من خلاصة الدراسة، وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. شكرا والسلام عليكم.